أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلخ منهم فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية ليأكلوا